سما الف مبروك النادي الاهلي، فوز مستحق الزمالك كابتن عم. الحمد لله، يعني النادي الاهلي النهارده تسيد المباراه من بدايتها، حتى معين الشعباني عامل حساب للاهلي النهارده. كان في تراجع من الترجي، ادى النادي الاهلي الكوره وقلنا الشوط الثاني، يعني هي دي مباراه الفرصه الوحيده. صح. النهارده الشوط الثاني تحرر ديانج، ظهرت له فرصه كان فيها تركيز كبير، كان فيها توفيق انه يعمل الكوره مع القائم وترجع له. فالحمد لله، يعني شوط اول، هنقول شوط اول، احنا لسه النادي الاهلي ما ايوه مظبوط الكلام اللي انت بتقوله فعلا صح، رجلي حطينا رجلي في النهائي، حطينا رجلي في النهائي. ودايما شخصيه البطل اللي بيسعى للبطوله ازاي بتكسب بره ملعبك قبل جوه ملعبك. مزبوط. حتى برغم الظروف اللي احنا شفناها النهارده، وجود جماهير كبيره، الساعه اللي كانت قبل المباراه، تركيز اللعيبه، الاحداث اللي حصلت، لكن راهننا النهارده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وراهننا عشان الناس كانت قلقانه ما بين فريق 2018 مزبوط. ودلوقتي 2020 او 2021 في شخصيه لعيبه النادي الاهلي. قلنا عندنا لعيبه عندها شخصيه البطل، لعيبه عندها خبرات، لعيبه لعبت الفتره اللي فاتت في ظروف اعلى في كاس العالم للانديه وسوبر افريقيا وبطله البطوله التاسعه. فالحمد لله النهارده ظهر تركيزهم، ظهر معدنهم، ظهر كمان موسيماني. موسيماني اللي دايما الناس بتتكلم عنه، اصل موسيماني ما بيقدمش كره النادي الاهلي الحلوه، لا. النهارده موسيماني مدرب لعب من افضل المباريات اللي لعبها من منذ قدومه للنادي الاهلي، تكتيكيا النهارده من بدايه المباراه. صحيح. عمليه الاستحواذ، عمليه امتصاص حماس لعيبه الترجي، فكان النهارده الافضليه من بدايه المباراه لاخرها النهارده للنادي الاهلي. صحيح.